خلي بالك من نقطة، إن في بعض التطبيقات بتتطلب درجات حرارة منخفضة عن ال 22. أبسط مثال، يعني أنا لو دخلت أوضة وشغلت جهاز التكييف على درجة الحرارة اللي أنا عاوزها، أقدر أقول إن أنا كده كيفت المكان؟ لا، خلي بالك إن في بعض التطبيقات بتتطلب إن أنت تنزل بالرطوبة لغاية 30%. ما بتدخلوش هوا في وشك، لا انت بتدخله. عارف انت بتدخله ازاي؟ الحمامات بيبقى فيه تحت الباب يعني بتاع 2-3 سنتي. ال 2-3 سنتي دول ايه احوالهم؟ دول اللي بيمرروا الهوا الفريش من تحت الباب. عشان اقدر اقول لك انا تكيفت مكان، محتاج اعمل فيه 3 حاجات. كذاب، والله ما محتاج تعمل فيه 3 حاجات. قال لك ده انت عندك نوع فلتر اسمه الهيبا فلتر. الهيبا فلتر ده بقى فلتر منه H13 ومنه H14، دول يقدروا يشيلوا الفيروسات والميكروبات ويشيلوا اي حاجه لغايه درجه 99.99%. دي تقول هو بص كده الانسه الكتكوته الصغيره اللي قاعده هنا متضايقه. ليه متضايقه الكتكوته؟ عشان الهواء بيرمي فوق راسها على طول وعامل الضوضاء. في ناس نومها خفيف وناس نومها تقيل، وناس تحب تقعد في مكان مزعج وناس تانية تحب تقعد في مكان هادي. دي طبيعة بشر.